شركة فورتنايت مثل ما قلت لكم حلل عليها الكرم، بس هلأ ضربتها ضربة قوية جدا وفعلا جاي عليها الكرم. أول شي بلشوا معنا برقصة، تاني شي بلشوا معنا بألوان، هلأ بقى بلشوا معنا باتنين بيكاكس بشكل مجاني لأصحاب الإكس بوكس والبلايستيشن 4. أنا هلأ أحكي لك كل شي عن هدول البيكاكس، كيف بتاخدهم، مقدمين من شركة مارفل بشكل مجاني لبعض الناس، ورح ينجدوا على الآتم شوب بعد فترة. هلأ أحكي لك كل شي بهذا الفيديو وكيف بتقدر تحصلهم لو أنت عندك إكس بوكس أو عندك بلايستيشن 4. ما هتركك من هذا المقطع غير ان شاء الله فهمان كل شيء بالنسبه لهدول بيكاكس. بس قبل ما نبلش المقطع تبعنا، يا ريت بهذا الفيديو نوصل لل 12000 مشترك واخو صديق عندي بالقناه، ما صفي شيء لنوصل لهذا العدد، وتوصلوا لاكبر عدد من اللايكات ليوصل لاكثر عدد من الناس. كل الدعم بالاتم شوب لو حابب تدعمني، طبعا نيمو 9 لو عجبك المحتوى حابب تدعمني يا ريت تدعمني في نيمو 9. انتوا قد وقدود نوصل لل 12000 خلال هذا الفيديو، فيلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. الصراحة شركة فورتنايت حلل عليها الكرم بشكل رهيب. اليوم اعلنوا عنا عن 2 بيكاكس بشكل مجاني مقدمين من شركة مارفل. اول شيء انا رح احكي لك شو موجود على الشركة، بعد منها بدي احكي لك اللي انا بدي اقول لك عليه واشرح لك كيف تعمل. نزلت فورتنايت على موقع الرسمي احصل على الفأس محطمات هالك وطابع الرادع هالك مدري شو الاضافي عند تكملة الافينجرز بيتا ان مارفل بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. هيك كاتبين على موقعهم الرسمي، كاتبين انك كيف انت تحصلهم. لتحصل هذا الشيء الرائع او المحطمات الرائعة مدري شو بدك تعمل، انك لازم تربط حساب بحساب ومدري هذا كله انا رح اشرح لكم اياه هلا، بس لانه هي الفصحى تبعهم انا ما بفهمها ابدا، مدري شلون بكتبوا. شركه فورتنايت مثل ما قلت لكم نزله هذا الشيء بابيك جيمز، اللي هلا مشان اول شيء نفوت بالموضوع ببساطه. هن انت بيلزمك اكثر من خطوه، اول شيء لازم يكون عندك بلاي ستيشن 4، ثاني شيء لازم يكون عندك اكس بوكس، يا اما هي يا اما هي، وصلنا لهون وتمام. بعد منها لازم تكون رابط حسابك بالشركتين، الشركه الاولى اللي هي بين البلاي ستيشن 4 وفورتنايت، والشركه الثانيه اللي هي بين اكس بوكس وفورتنايت، والشركة الثالثة اللي هي لازم تكون بين افينجرز وبين فورتنايت. فورتنايت يعني ابيك جيمز، رابط موقع ابيك جيمز، انك انت تكون رابط ايميلك فيهم لهدول ثلاث اشياء. هدول ثلاث اشياء لازم تربط فيهم انت بشكل اساسي لحتى تقدر تحصل هدول الاشياء. خلينا هلا بقى نفوت على الموعد اللي انت لازم تحصل فيهم هدول الاشياء. يا شباب لعبة مارفل حتنزل ان شاء الله بيوم 14 ليوم 16 اغسطس على بلاي ستيشن 4، رح تكون بنظام البيتا يعني رح تكون مجانية. طب يا نيمو البيتا رح تكون مجانية ولا رح تكون مصاري؟ انا قلت لك انه هي مجانية، رح تكون البيتا مجانية تمام، وبعد منها رح تنزل كمان بيتا على الاكس بوكس والبلاي ستيشن يوم 21 ويوم 23. يعني بدك تلحق بهي الفترة من يوم 14 ليوم 16 ومن يوم 21 ليوم 23 للاكس بوكس تمام. لحد الان هدول هن الايام اللي رح تنزل فيهم هي اللعبه اوبن بيتا يلي رح تكون مجانيه على البلاي ستيشن والاكس بوكس. خلينا نعيد مره ثانيه مشان تعرفوا الموضوع اكثر واكثر. للبلاي ستيشن 4 رح تنزل اللعبه اوبن بيتا من يوم 14 ليوم 16 اغسطس، واللعبه رح تنزل اوبن بيتا للاكس بوكس رح تنزل من يوم 21 ليوم 23 اغسطس، رح تكون للاكس بوكس والبلاي ستيشن 4. اتمنى هيك تكونوا عرفتوا الموضوع، عرفتوا امتى اللعبه رح تنزل. لحتى تقدر تحصل هدول البيكاكس اللي ظاهرين امامك من شركه مارفل بهي اللعبه، اول شيء انك انت لازم تنزل اللعبه بهدول الايام اللي انا هلا قلت لك عليهم. لازم تنزل اللعبه على البلاي ستيشن او على الاكس بوكس، بعد منها تكون رابط حسابك. لا تلعب اللعبه ولا تنزل اللعبه اذا انت مو رابط حسابك. هي انا عم اقول لك بدك تعرف كيف تربط حسابك، الوضع بسيط جدا هلا رح اقول لك كيف تربط حسابك. بعد منها بتفوت على اللعبه، بعد ما تنزل اللعبه بتفوت بتخلص فيها ثلاث مهمات او ثلاثه تشالنج بهي اللعبه. هدول التشالنج انا الصراحه ما بعرف شو هي، ولا حتى اللعبه لحد الان ما بنعرف عنها اي شيء لحتى انا اقول لك عليهم. طبعا لو المهمات صعبين وبيحتاجوا شرح انا رح انزل لك اياهم عندي بالقناه، بس انت لازم تكون مشترك ومفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد اول ما نعرف اي شيء عن هدول الشيء. وبالنسبه للبيكاكس هدول رح ينزلوا معنا بالايتم شوب ان شاء الله بنهايه هذا الشهر او بعد ما تنزل اللعبه، بعد يا اما باسبوع يا اما باسبوعين، يعني بنهايه شهر اغسطس رح ينزلوا معنا تمام. لحد الان هيك انا بكون شرحت لك كل شيء على هدول البيكاكس كيف تاخذهم، بس هلا بدي اقول لكم كيف تربطوا حساباتكم. بالنسبه للحسابات يا شباب بتفوت على موقع ايبك جيمز، لازم انت لو انت حق البلاي ستيشن يعني انت لازم تكون عندك البلاي ستيشن، لازم تكون رابط بالبلاي ستيشن ايبك جيمز تبعك، لازم تكون رابط ايبك جيمز، بعد منها تكون رابط معه الايبك جيمز تمام. لحد الان موضوع ايزي، انت هيك هيك اصلا تلعب على البلاي ستيشن وشي طبيعي انك تكون رابطه لو كان الايميل تبعك فول اكسس، بس انت فوت شيك على هذا الموضوع. وانتو يا اصحاب الاكس بوكس لو بدك تعرف
بتعرف كمان شلون نفس الموضوع، بتفوت على ايبك جيمز بعد منها بتضغط على تبع الاكس بوكس وبتربط الحساب هاد بالحساب هاد وهيك انت وضعك بالسليم. هلا اول خطوه خلصناها انه نحن ربطنا الاكس بوكس وربطنا البلاي ستيشن. الخطوه الثانيه بقى انك انت لازم تربط بايميل الشركه. شو هو ايميل الشركه؟ مثل مظهر امامك هذا الرابط موجود تحت بالديسكربشن، بتفوت على هذا الموقع انك انت بدك تعمل حساب جديد. طبعا ما حدا عامل حساب يمكن بهذا الشيء ابدا، بتفوت بتعمل حساب جديد على هذا الموقع، بعد منه يا شباب بتعمل ربط مثل مظهر امامك، بتعمل ربط بتكون انت فاتح الايبك جيمز وبيطلب منك الايميل او بتكون فاتحه على نفس المتصفح اللي انت عم تشتغل فيه، بيطلبوا منك الربط وبعد منه بيحطوا لك فينش ذا بيتا انه هيك تمام وضعك بالسليم وانت تم ربط حساب فورتنايت بالافنجرز، وبيقولوا لك فينش ذا بيتا يعني انهي البيتا تبعك على الاكس بوكس وعلى البلاي ستيشن لحتى تحصل هدول بشكل مجاني. انا هيك بكون شرحت لك كل شيء، ما نقصت عليك اي معلومه بالنسبه لهدول البيكاكس. الموضوع سهل جدا، ورح رد عد لك امتى رح تنزل اللعبه. يا شباب اللعبه رح تنزل ان شاء الله للبلاي ستيشن 4 من يوم 14 ليوم 16 اغسطس، ورح تنزل للاكس بوكس من يوم 21 ليوم 23 اغسطس بهذا الشهر، شهر اغسطس اللي هو شهر 8 اللي احنا هلا داخلين عليه. باقي يوم من تسجيل هذا الفيديو بندخل ان شاء الله على الشهر الجديد وعلى العيد. كل سنه وانتم طيبين، ليش انا قلت بالمصري؟ كل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم وعيد اضحى مبارك يا رب يكون على الجميع. بتمنى تكون استفدت بالمعلومات وعجبك. لا تنسى انه نحن بدنا نوصل ان شاء الله ل 12000 بخلال هذا الفيديو، يا ريت تدعمني نوصل ل 12000، وانتم اكثر من هيك ان شاء الله انتم كفو يعني بتجيبوا اكثر من هيك، واللايكات ليوصل لاكبر عدد من الناس، وكون الدعم بالايتم شوب ليمو 9. ولو محتاج اي شيء اكتب لي تحت بالتعليقات، ولو ما بتعرف تربط حسابك الايبك جيمز انا كمان بقول لك شلون بشكل واضح وصريح جدا. الموضوع سهل، شو واضح وصريح؟ شو عم بعترف لك انا؟ شو ما بعرف، عم خبص لانه اخر الليل والفيديو اجى متاخر هيك. فبتمنى يكون عجبك، لا تنسى كود الدعم بالايتم شوب ليمو 9 وبرعاية الله. لا 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 لو في لا في لا دي ده صعبة يا عم. حسام لك ما بتعرف انه عنده قناة اليوتيوب يعني؟ بص انت نزل هذا ال بتاع ده وكسره وخذ منه البول. خذ منه البول. ايوه هي فكرة من ناحية فكرة يعني. متعوب عليها والله. او مايو مو سنديو. اوف. اوف ابلع ابلع. هذا ميل ده فرحانين جبنا كلتين وعمالة لا عمى ايه ده والله جبت كلتين عرفت ازاي وليه الحلال غير ما في جاذبية ده ده لا دي صعبة قوي دي لا 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 دي صعبة 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 عايز تحدث عليك ابوووود نازل فين نازل فين يا دميل تعال ما بوي لا انا اتخضيت اقسم بالله ما عرفت شو صار وانا والله شو عم ننط مثل النينجا لا 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 وير ماني لا 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 ما صعب كتير هاي شلون بدنا نجيبها
تيجي يا دميل، تعال يا دميل. تعال يا دميل والله مش نتن شاف دي الماب انتحر فعلا. انا ارتعبت والله لحالي. ليش اومايو مو سنديو حتشغلنا؟ اومايو مو سنديو كم واحد لهلا؟ يا الله شان ما نجيبها، هاي صعبة. اشغل مخي بس، شغل معلم مخي. هي جبتك. بدي شغل مخي والله، لازم شغل مخي شوي بهالماء. تعال يا دميم، دميم انت بتهرب ليه؟ الناس غير اجيبك اكس بقى. ناس غير اجيبك اكس يا دميم. كتير صعب الماب يا زلمة فعلا. نيوتن انتحر لما شافها.